ومن هنا يا أبنائي سيبدأ صراع إبراهيم عليه السلام مع فرعون، حيث إن فرعون طغى واستبد وأخذ سارة زوجة إبراهيم، ولا بد من المواجهة. ولكن يا شيخنا، أين كانت السيدة هاجر في هذه الفترة؟ وكيف خرجت السيدة سارة من هذه المحنة والبلاء العظيم؟ السيدة هاجر كانت أميرة من العماليق، وقيل من الكنعانيين الذين حكموا مصر قبل الفراعنة، وإنها ابنة زعيمهم الذي قتله الفرعون. إن حربنا مع فرعون حرب مصيرية، إن منف لن تقع في يد فرعون. مولاي، إنني لم أتزوج هاجر حتى الآن، وأريد أن أنتهي من هذه المعركة حتى أتفرغ لعروسي الحبيبة التي أشتاق إليها كثيرا. ستزف إليها، لا تقلق، ولكن ليس قبل أن نهزم فرعون هزيمة ساحقة، حتى لا يفكر في غزو بلادنا مرة أخرى. هاجر، وأسروا هاجر وذهبوا بها أيضا إلى قصر فرعون مصر. وسبحان الله، لم يكن يعلم إبراهيم أن محنة سارة ستأتيه بهاجر أم ولده إسماعيل. وهكذا عظيم البلاء دائما معه عظيم الفرج. لقد خطفوا السيدة سارة، كان الله في عون نبي الله، فهو كما أنه نبي مرسل فهو أيضا زوج يغار على زوجته.
أنا أثق أن الله سيحفظها وستعود سارة معززة مكرمة. ماذا تفعلين يا سارة؟ قالت سارة: إنني أصلي. تصلين لمن؟ إنني أصلي لله رب العالمين. ومن هو الله؟ إن الله هو الواحد الأحد، الفرد الصمد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق والمغارب. إنما تقولينه لشيء عجيب لم أسمعه من قبل يا سارة. لقد هزمناهم شر هزيمة، وهذا جزاء من تسول له نفسه أن يقف أمام قوة وجبروت فرعون الإله. يا رئيسة الحريم. مولاي. ما بال النسوة؟ فأنا أشتاق إليها. من تريد يا مولاي؟ البابلية الحسناء يا مولاي؟ أم هاجر؟ الفتاة التي أسرناها. البابلية الحسناء، هل جهزتها لي؟ فأنا أشتاق للمتعة. هي في حجرتها تنتظرك، تنتظرك يا فرعون مصر العظيم. سارة يا أجمل النساء، أنا أشتاق إليك منذ رأيتك أول مرة. هيا اقتربي، هيا اقتربي. فلما حاول الاعتداء على سارة أخذت تدعو الله وتتوسل إليه وترجوه. تقول سارة: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر، لا تسلط علي الكافر. فأحس بآلام شديدة أبعدته عنها. ماذا الذي يحدث لي؟ أشعر بآلام شديدة في جسدي، فادعو لي إلهك أن يشفيني. سارة. فلما دعت سارة له بالشفاء عاد مرة أخرى يتقرب منها، فعادت سارة للدعاء والصلاة والتوسل إلى الله. قالت سارة: اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي، فلا تسلط علي الكافر، لا تسلط علي الكافر، لا تسلط علي الكافر. فابتعد عنها متألما. سارة، من أنت؟ أدعو إلهك أن يشفيني وسأبتعد عنك يا سارة. فلما دعت سارة الله أن يشفيه عاد فرعون لمكره، وعادت سارة للدعاء حتى كف عنها خوفا ورعبا.
ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. أرجعوها إلى إبراهيم، أرجعوها. أريد إبراهيم، أريد أن أعرفه عن قرب، أريد أن أتكلم معه. آه من آلامي وأوجاعي. يا رب يا رب يا رب إبراهيم، يا رب العالمين، اللهم اشفي ولدي شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر رجائي فيك وانصر ثقتي بك يا رب. اللهم ارحم ولدي وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أعلم أنه بلاء واختبار من عندك، وإني وولدي لمن الصابرين الشاكرين. يا الله يا الله. أتعتقد يا أبي أن السحر سيرجع أمي وأخي يوحى عن دين إبراهيم؟ طبعا، إنه لسحر عظيم يا نماش، ولا بد في النهاية أن ينتصر ديننا على دينهم فهو باطل. ولكن رعشة أخي يوحى تؤلمني يا أبي. ولكنها تسعدني حتى يعود وأمه إلى رشدهما. مولاي، سارة بالباب تنتظر الإذن بالدخول. أدخلوها وأمركم أن تتركونا. أدخلوها. وأنتم هيا انصرفوا، هيا هيا. يا سارة، لقد رأيت فيك كل الصفات الحميدة من أدب وحياء ومعجزة الشفاء بعد دعائك. ليس لها عطاء عندي أغلى من هذه. تقول سارة إني أعجب، لماذا أهديتني هذه الفتاة؟ إنها هاجر، أميرة ذات حسب ونسب وعز وجاه. تقول سارة أتعهد أمام ربي بأن أرعى هاجر، بأن أحيطها بحبي وحناني. أتعهد أمام ربي أن أتقي الله في هاجر. وقف إبراهيم ورفاقه خارج قصر فرعون الظالم يحاولون الاطمئنان على سارة. يا ترى ماذا حدث لسارة؟ اللهم أفرغ صبرا على عبدك ونبيك إبراهيم. يا إلهي، ماذا يحدث؟ ما هذا؟ انظر ما هذا. ها هي سارة، ها هي سارة، إنها تشير لنا. هذا عجيب. تقول سارة لا تراعوا ولا تبتئسوا من أجلي، إن الله حافظي، إن الله معي.